ينضم الينا الان الدكتور مهند مصطفى الباحث في مركز مدى الكرمل في حيفا، ينضم الينا من ام الفحم. مرحبا بك معنا استاذ دكتور مهند. عمليا برايك ايهما اقرب، التوصل الى اختراق على الاقل في صفقه تبادل الاسرى بعد غد في القاهره، ام تنفيذ هذه العمليه في رفح التي يهدد بها نتنياهو على ضوء كل هذه التصريحات وهذه الحسابات وهذه الضغوطات عربيا ودوليا وحتى امريكيا على ما يبدو؟ يعني هذه الضغوطات حتى هذه اللحظة هي ضغوطات حادة، وأن إسرائيل تأخذها بعين الاعتبار، ولكنها ضغوطات حتى هذه اللحظة لا تصل إلى حد أن تمنع بنيامين نتنياهو من الذهاب إلى هذه العملية. هذه العملية بالنسبة لبنيامين نتنياهو تحولت إلى مسألة، يعني أنا أقول بين هلالين، حياة أو موت. نتنياهو يريد الانتصار الساحق، هكذا أعلن في الفترة الأخيرة، يستعمل هذا المصطلح. هو يريد انتصار لا يمكن تأويله إلى، يعني بأي حال من الأحوال، انتصار واضح لإسرائيل، طبعا من أجل أن يغطي على إخفاقه في كل المجالات. يعني في آخر سنة، في آخر السنة هو أخفق في المجال الاقتصادي، أخفق في المجال الأمني، أخفق في المجال الاجتماعي، في السياسي، وبالنسبة له هذه فرصته الأخيرة من أجل أن يحقق انتصار يحاول من خلاله أن يغطي. بالإضافة إلى ذلك، دعنا هذه نقطة مهمة، المجتمع الإسرائيلي نفسه يعني منقسم حول هذه المسألة. يعني دعني أقول أنه يعني حوالي 47% من الإسرائيليين اليهود يعتقدون أن الأولوية الأولى هي لملف الأسرى والرهائن، و42% يعتقدون أن الأولوية الأولى هي القضاء على حركة حماس. معناه أن هناك في انقسام واضح في داخل المجتمع الإسرائيلي حول هذه المسألة. نتنياهو صحيح أنه مدفوع بأهداف شخصية، بأهداف سياسية ضيقة، ولكن أيضا هنالك في شرائح اجتماعية تدعم في هذا السياق. في صفوف اليمين الإسرائيلي تحديدا، الأغلب يعني حوالي 77% من مؤيدي اليمين يعتقدون أن الهدف المتمثل بالقضاء على حركة حماس هو الأولوية الأولى للحرب، وفقط 20% ولكن يعني يعتقدون نعم ولكن مع ذلك. نعم تفضل تفضل بإكمال هذه الفكرة. لا نعم أنا قصدي مع ذلك، يعني بوجود هذه الضغوطات حتى الآن التي نراها لن تمنع نتنياهو نعم من الذهاب إلى عملية. هذا يعني أنه سوف يذهب يعني إلى عملية غدا أو بعد غد، لا شك أنه سوف يمهد لهذه العملية من خلال على الأقل إعطاء انطباع أن إسرائيل سوف يعني توفر ممر آمن للسكان المدنيين، بغض النظر عن واقعية هذا الأمر، ولكن هذا نعم ما سوف يكون يعني الخطاب الإسرائيلي من أجل القيام بهذه العملية. وهو يروج لهذه بالنهاية العملية نتنياهو كشرط أساسي للقضاء على حماس، يتحدث عن انتصار ساحق، هذا الانتصار الذي عجز عنه نتنياهو طوال أكثر من 4 أشهر من العدوان والقصف المستمر على قطاع غزة، حتى أن قوات حماس الشرطية وغيرها تعود إلى الشمال، إلى المناطق التي تدعي إسرائيل بأنها سيطرت عليها. بهذه التصريحات إلى ماذا يسوق نتنياهو الآن؟ نتنياهو يحاول أن يسوق كالتالي، أن الحرب لم تنتهي، أنه يحتاج إلى الوقت من أجل أن يتمم هذه الحرب. الهدف هو إطالة هذه الحرب. نتنياهو الآن يتحدث في آخر أسبوع عن أنه يحتاج إلى بضعة أشهر، ويقول أنني لا أحتاج إلى سنوات كما كان يقول في البداية. في البداية كان يقول هذه الحرب ممكن أن تستمر لسنوات، الآن يتحدث عن أشهر، يقول أنا أحتاج إلى لبضعة أشهر من أجل إتمام هذه الحرب وتحقيق هذه الأهداف، لأنه يعلم أن هنالك في ضغوطات عليه، ولذلك هو يحاول بمعنى أن يسوق للمجتمع الإسرائيلي مقولة أنني لا أريد أن أطيل هذه الحرب لسنوات، أنا أريد أن أطيلها لبضعة أشهر، وهذه الأشهر تكفي من أجل القضاء على حركة حماس، وأيضا يخدع المجتمع الإسرائيلي عندما يقول تكفي من أجل حل ملف الأسرى والرهائن الإسرائيليين. واضح أن نتنياهو يهدف من ذلك إلى إطالة الحرب. هو يعني يفكر بأنه يستطيع أن يحسم هذه الحرب، أن يصل إلى حالة من الانتصار في هذه الحرب، وهو يعتقد أنه يستطيع أن يحققها في مدينة رفح. الجيش الإسرائيلي، يعني دعني أقول، هو متفق، يعني الجيش الإسرائيلي بالنهاية حسب النظام السياسي الإسرائيلي هو تابع للحكومة، وبالنهاية سوف ينفذ قرار الحكومة، ولكن الجيش الإسرائيلي يتصرف كحكومة والحكومة تتصرف كجيش، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي يقول لنتنياهو ليس هنالك في خطط لاجتياح رفح، ولكن الجيش يفكر أن هنالك في العامل المصري، العامل الاستراتيجي، بالحديث عن يعني العامل العامل المصري الدولي. دكتور نعم مهند،
ماذا يقول المحللون العسكريون وأنت متابع ل يعني الإعلام الإسرائيلي وحتى يعني تفاصيل دوائر القرار الإسرائيلي؟ هل تعطى مصر الأهمية اللازمة لها فيما يتعلق بهذه العملية المنتظرة والاجتياح المنتظر؟ كيف ينظر إلى مصر هناك؟ طبعا يعني المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، الجيش الإسرائيلي يفهم أهمية العلاقة الاستراتيجية مع مصر، ولذلك الجيش الإسرائيلي يقول لنتنياهو لا أستطيع أن أنفذ هذه العملية قبل التوصل إلى اتفاق مع مصر، إلى تفاهمات مع مصر حول هذه العملية، حول حدودها، حول عمقها، حول العلاقات مع مصر، تداعياتها على مصر. معنى أن الجيش، هذا ما قلته، الجيش يفكر كحكومة، بمعنى أن الجيش الذي هو المؤسسة العسكرية المهنية يفهم الأبعاد الاستراتيجية لهذه العملية على العلاقة مع مصر أكثر مما يفهمها بنيامين نتنياهو، لأنه نتنياهو يتصرف بعقلية العسكري الذي يريد أن ينتصر دون أن يلتفت إلى أي عوامل أخرى جانبية، هو أصبح رهينة تفكيره بالانتصار الساحق. ولذلك الجيش المصري أكثر من أي مؤسسة، آسف، الجيش الإسرائيلي أكثر من أي مؤسسة إسرائيلية أخرى تفهم أهمية العلاقة الاستراتيجية مع مصر على المستوى الأمني، على أهمية هذه العلاقة، ولذلك مصر تلعب في هذا السياق من وجهة نظر المجتمع الإسرائيلي دورا أكثر مما تلعب مصر، بمعنى أن أهمية مصر لدى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، لدى الدولة الإسرائيلية العميقة، هو أهمية كبيرة جدا، ممكن أكثر من مصر يعني تفكر في ذلك. يعني لذلك دور مصر في هذا الصدد على المستوى السياسي هو مهم، مصر ممكن أن تلعب دورا كبيرا جدا في نعم. وقف هذه العملية إذا استعملت كل يعني بالفعل ثقلها السؤال، السياسي مع هل مصر. تأخذ إسرائيل بعين الاعتبار ذلك؟ طبعا، لأنه بالنهاية الحدود الأمنية بين قطاع غزة وبين مصر هي حدود الآن التي تسيطر عليها مصر، وإسرائيل تدرك أن النظام المصري منذ عام 2000 و14 قام بإغلاق أكثر من 150 نفق ما بين قطاع غزة وما بين مصر، وأن مصر تقوم بمجهود أمني كبير جدا لتأمين هذه الحدود، إسرائيل تعترف بذلك. ولذلك هذه هنالك في أهمية لمصر في هذا، يعني في هذا نعم الصدد على المستوى الأمني وعلى المستوى الاستراتيجي. ولكن دعنا أقول هذه النقطة المهمة، أن الجيش يفهم ذلك أكثر من بنيامين نتنياهو. أولا نتنياهو يفهم ذلك ولكنه يعني يتجاهل ذلك. وهل يفهم نتنياهو برأيك الرسائل الأمريكية وبالعودة مجددا إلى الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وبايدن اليوم؟ هل تعتقد بأن ما قاله بايدن بأنه يشترط خطة واضحة من نتنياهو لتنفيذ اجتياحه لمنطقة رفح، هل يفهم من ذلك أنه ضغوط أمريكية أو محاولة لثنيه عن تنفيذ هذه العملية وهذا الهجوم؟ طبعا الولايات المتحده الامريكيه يعني تعتقد ان هذه العمليه تمس مباحثات التهدئه والصفقه التي يعني يتم الان التباحث عنها في القاهره بعد ايام. هذه العمليه عمليا سوف تنهي هذه المباحثات. الان الولايات المتحده الامريكيه تنظر الى هذه الصفقه بمنظار يختلف عن نظره اسرائيل ونظره حركه حماس. الولايات المتحده الامريكيه تنظر الى هذه الصفقه على انها جزء من التصور السياسي الامريكي لليوم التالي للحرب. الولايات المتحده الامريكيه بالنسبه لها العمليات العسكريه استنفذت ذاتها في تحقيق الاهداف لهذه الحرب، ولذلك هي تعول على المسار الدبلوماسي في تحقيق اهداف الحرب، بمعنى الذهاب الى تسويه سياسيه يتم من خلالها ارجاع السلطه الفلسطينيه لقطاع غزه. السلطه بايدن يعتقد ان المسار العسكري استنفذ، اعطى اسرائيل كل الوقت الذي يمكن أن يعطيها لها من أجل أن تحقق هذه الأهداف، وهي أخفقت في ذلك. ولكن مع ذلك الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة لا تقوم بالضغط على إسرائيل بشكل حقيقي وبشكل جدي نعم من أجل وقف هذه الحرب. يعني حتى في موضوع عملية رفح، ما تقول الولايات المتحدة الأمريكية، تقول أنه يعني عندما تقومون بهذه العملية كونوا يعني أخذين بعين الاعتبارات الإنسانية والسكان. يعني هذا هو الموقف الأمريكي، ليس هناك موقف أمريكي واضح قاطع برفض هذه العملية بالمطلق، نعم وهذا الأمر هو الذي يشجع بنيامين نتنياهو حتى هذه اللحظة على المضي في خطابه نحو تنفيذ هذه العملية. أشكرك جزيل الشكر الدكتور مهند مصطفى الباحث في مركز مدى الكرمل في
حيفا، حدثنا من أم الفحم. شكرا.